نعم وصلت فكرة جديدة. دكتور خالد نعم دكتور خالد فيما يتعلق بهذه العملية، عملية اشتباك استمرت لمدة 12 ساعة في الإقليم حسب قائد شرطة كشمير، هل يعني ذلك بأن هذه المعركة أو هذا الاشتباك دار بين الجيش وبين متدربين على المواجهة ومتدربين على القتال في وجه الجيش الهندي أم ماذا؟ وهذا الحقيقة يسوقنا أيضا للحديث عن وجود جماعات مقاومة حقيقية في كشمير أم تم تصفيتها بشكل كبير؟ نعم، أن الحكومة الهندية من وقت إلى آخر تدعي بأنه لا يوجد هناك مقاومة ولا توجد هناك حركات مقاومة التي يعني تعمل لأجل تحرير ولاية من براثن الهندوس، ولكن هذا الاشتباك الذي أنتم أشرتم إليها ودارت قبل يومين بين القوات المسلحة الهندوسية وبين المواطنين في كشمير المحتلة يدل على أن الشعب الكشميري الذي له حق للدفاع عن وطنهم عن دينهم وأنهم يناضلون لأجل حقهم الأساسي حق تقرير المسير، فيتخذون كل الأساليب السياسية والدبلوماسية وكذلك الخيار المصلح يعطى لهم هذا الحق وفقا لقرارات الأمم المتحدة، بأن الحكومة الهندية أنوطن وغير دستوريا قامت بالاستيلاء على أراضيهم وعلى متاجرهم وعلى ولاياتهم في كشمير. ولذلك أن هذا يدل على أن المقاومة الكشميرية موجودة وبالقوة موجودة، وإن شاء الله هؤلاء الذين يقاومون يناضلون لأجل حق تقرير مسيرهم إن شاء الله سيتمكنون من تحرير أراضيهم، وأن العالم سيقتنع بأن الشعب الكشميري أن المواطنين الكشميريين لهم حق لتقرير مسيرهم وفقا لقرارات الدولية قرارات مجلس الأمن الدولي، فهذا الحق يمارسونه سياسيا، وإذا إن أحتاج الأمر فإنهم يمارسونه بالمقاومة المسلحة وبالمقاومة الدستورية. ولذلك يعني لا نستبعد بأن حركة مقاومة في كشمير المحتلة موجودة وبالقوة موجودة، وهي محلية مقاومة محلية، والشعب الكشميري لا يرغب أبدا أن يعيش مع الحكم الهند أبدا.